هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أخبر الله تبارك وتعالى أنه يجب نصره وتعزيره والوقوف معه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال وتعزروه وتوقروه، أن يعزر هذا النبي، أن ينصر ويوقر صلوات ربي وسلامه عليه. هذا النبي الكريم حرم الله تبارك وتعالى إيذاءه، فقال سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. وقد أظهر الله تبارك وتعالى هذا الأمر، فكان رجل نصراني كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، رجل نصراني أسلم فقرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد هذا الرجل فتنصر مرة ثانية، فكان يقول والله لا يعلم محمدا شيئا إلا ما كتبت له. فلما مات هذا الرجل دفنوه فلفظته الأرض، فقال أصحابه لعل أصحاب محمد أخرجوه من قبره فدفنوه في مكان آخر وأعمقوا له فلفظته الأرض، فقاموا وأخذوه إلى مكان ثالث فأعمقوا له ودفنوه فأصبحوا وقد لفظته الأرض فتركوه. وهذا من نصر الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم.